انت عضو اللجنه الثنائيه للثانوي التاهيلي بالدار البيضاء، يعني دخلنا هذا الاسبوع تقريبا دخلنا واحد شهرين هذه ما يفوق شهرين من هذا الاضراب ديال التعليم. انت كعضو اللجنه الثنائيه يعني كيفاش كيبان لك هذا الامر هذا؟ فين كاين الخلل؟ فين كاين المشكل؟ بدايه نشكر مجله انفاس على الاستضافه ديالها وعلى المشاركه ديالها في التنوير الراي العام في هذه القضيه ديال التعليميه اللي واصله الاوج ديالها. وكما نعلم على ان منذ الاستقلال تقريبا ولا على الاقل في الوقت ديال التواجد ديالي انا في العمل النقابي اللي قبل 1996 لم اعيش مثل هذا الحراك اللي في الحقيقه وحد جميع الفئات. فين غادي هذا الامر؟ هذا هو اللي كيتوقف عليه هذا الحوار الذي لا بد منه مع النقابات الاكثر تمثيليه بدايه. وايضا اليوم على ما اظن كاين استقبال ديال نقابات اخرى، منها نقابات اللي ما عندهاش تمثيليه ونقابه اخرى اللي عندها تمثيليه بجانب تنسيقيات. كنظن ان شاء الله غادي يكون انفراج قريب جدا في هذا الملف هذا. طيب انت عضو في نقابه ديال الاتحاد المغربي للشغل واصدرت مؤخرا واحد المقال عندما تناضل الجماهير ضد مكتسباتها التعليميه. يعني في نظرك واش فعلا انه هذا التنسيق هذه ما عارفاش هذه المكتسبات اللي عندها في النظام الاساسي ام ماذا؟ هو اولا بعد اثاره العنوان لان بتتبع ديالي وبالممارسه النقابيه لازيد من ثلاثه العقود كانت محطات كثيره اللي فعلا كناضلوا ضد مكتسبات ديالنا. غادي نعطي مثال بسيط جدا من اللي كانت الترقيه في النظام ديال 2003. اول مره كتجي الترقيه بالشكل الجديد ديال ان الترقيه بغض النظر على المناصب المستحدثه، فكان 11% ديال الامتحان المهني وكانت 11% بالاختيار. فبالنضال ايضا تزادت النسبه. ملي تزادت النسبه الناس اللي مشاو باش يحاوروا نبهناهم على ان الامتحان هو اللي خصها تكون فيه النسبه زايده. علاش؟ لان في الامتحان اللي عنده الحق الشرط الامتحان 6 سنين واللي عنده الشرط الاختيار 10 سنين، لكن اللي مشى في المحاورين على اساس ان الوزاره طرحت عليهم نزيدوا النسبه في الامتحان هما رفضوا بحكم ان الاختيار اللي خصو يكون. وفي هذيك الحاله ملي زادت النسبه في الاختيار وبقات نسبه الامتحان 11%، هنا فين فقدنا عده مناصب بل بالالاف، نقدر نقول لك بالالاف ديال الناس اللي كانوا ممكن يترقاو بامتحان. اذا هنا اش كنلاحظوا الناس اللي حاوروا انذاك ضيعوا لنا مناصب، كاننا نناضل ضد مكتسباتنا. وفعلا حتى الان ملي كنجيو النظام الاساسي المجمد، في الجانب ديال العقوبات، هنا كان ايضا كنخسروا عده مكتسبات كثيره، خاصه ملي كتجي كنشوفوا مثلا على سبيل المثال تقهقر في الدرجه ما بقاش في النظام الاساسي المجمد لكنه يوجد في نظام الوظيفه، نظام العقوبات في الوظيفه كاين تقهقر في الدرجه. ناخذ مثال اخر اللي هو خطير 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 جدا، عندما نتحدث عن عقوبه التوقيف المؤقت اللي كيخرج بها مجلس تأديبي. التوقيف المؤقت باستثناء بطبيعة الحال الأمور العائلية المادية كذا كذا. فالتوقيف المؤقت حيدوا النظام الأساسي المجمد في إطار هذا نظام العقوبات الجديدة، لكن تلقوه في نظام الوظيفة العمومية. والأمر الآخر اللي هو كيمس مباشرة
الترقيه وكيمس مباشره يعني حتى لا كان شي اسر عنده طموح باغي يترقى في هاد الوظيفه المهنيه. كاين مثلا من اللي كياخذ الاستاذ اللي داز من المجلس التاديبي او لا من 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 عند السلطه المخول لها بعد الامر هذا كمدير الاقليم او مدير الاكاديميه ممكن يصدر عقوبات كالانذار والتوبيخ. هذا الانذار والتوبيخ في النظام الجديد المجمد اشنو كان الالغاء ديالو ولا محو هذه العقوبه هذه يكفي فقط ديك الشهاده ديال التشجيع او التنويه ما كتبقاش 5 سنين في حين ان التوقيف المؤقت اللي تلغى في النظام المجمد كان خصك 10 سنين والان كان اول امر وافقت عليه الوزاره هو الغاء هذا نظام العقوبات في النظام المجمد وهذا في حد ذاته اعتبره نضال ضد مكتسباتنا وهذا جا مناش جا من بروباغندا جا من واحد موجة عارمة كيتحدثوا على راه النظام أساسي الجديد فيه العقوبات وفيه صفحة وناس وفيه هذا وتخاذ بواحد الأمر شيئا ما بواحد كأنه راه واش ما طلعوش عليه أم ما عرفوش المقاصد ديالو أم ماذا؟ ربما لان النظام العقوبات ديال الوظيفه العموميه كان غير متاح للاغلبيه ديال 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 هيئه التدريس باستثناء الناس ممارسين كاعضاء لجنه ثنائيه اللي هما كيمارسوا ممارسه يوميه وتلقاو صعوبات في لان ملي كيدخل عندك الاستاذ ولا الاستاذه في مجلس التاديبي تيكون مباشرة عندك التوقيف راه لقينا هنا مشكل كاين مشكل كبير علاش هذاك التوقيف المؤقت تيقول لك اودي راه الانذار والتوبيخ راه من اختصاص المدير الاقليمي والمدير الاكاديمية وهنا نظن احنا داخل الاكاديمية في هذا الامر هذا وكان عندنا لقاء مع سيد مدير الاكاديمية وفعلا ناقشنا هذا الموضوع لان قال لك حاولنا نلقاو شي صيغة لان من حقنا حنا نصدروا هذا الحكم هذا لكن الاهم من هذا الشيء كامل الاهم من هذا الشيء كامل والخطير هو ان كاينه تركيبه ديال المجلس التاديبي فيها لجان ثنائيه كيتكونوا من الاداره ومن ممثلي الموظفين ملي تنقول الاداره عندها حق الفيتو لان كاين الرئيس منها وبالتالي ملي كيتساووا الاصوات تيولي الكفة ديال الإدارة هي اللي كتكون فوالا غالبة لكن غالبا داخل المجلس التأديبي نحاول أن كنتوافقوا في القرارات والأكثر من هذا كاين الوصاية ديال الوزارة على القرارات اللي كيخرج بها المجلس التأديبي يعني أن ملي كان كاع حنا كنديروا واحد قرار معين وكنتوافقوا عليه بغض النظر ان كان هذا القرار قاسيا او غير قاسي راه كتبقى الرقابه ديال الوزاره اللي كتعطي وغالبا كترد لنا الملفات اللي كتكون ملفات حارقه وحنا كيبان لنا ان راه فعلا الاستاذ ولا الاستاذه وجهه النظر ديالنا لاننا درسنا الملف عن قرب وهذا فكجيت كتلغي داك سميتو كتقول لك اعاده النظر في هذا الحكم هذا راه لا يوافق التهمه اللي كان بها. اسمح لي هذا سوء الفهم ديال هذا النظام الاساسي في الشق المتعلق بالعقوبات واش هو مرتبط بالنقابات ولا التنسيقيات ام ماذا؟ لا دابا اللي روج عدم الفهم ديال من؟ عدم الفهم ما نقدرش نقول لك غير هويا ملي كيتم الترويج ديال راه صفحه ورز ديال العقوبات داخل النظام الاساسي المجمد كيمشي للذهن مباشره الاستاذ ولا الاستاذه الشيء ما بقيناش في نظام في الوظيفه العموميه وهذا نقاش حقيقي ونقاش جذري لان المشكل فين كاين عدم الثقه بين رجال التعليم ونسائه مع الوزاره لان ربما
وربما كاين محطات معينه دازت واتفاقات تم التوقيع عليها ولم تنفذ الى يومنا هذا. ومن هنا كنجبد ملف الدكاتره في 2011 راه تم التوقيع على ثلاث دفعات اللي خصها تحل الملف ديالها، دور الدفعه الاولى والدفعه الثانيه، وتنصلت الوزاره من الدفعه الثالثه. اذا هذه الفئه هذه هي ايضا وكنمثلها ايضا، هذه الفئه هذه هي هنا هاد عدم فوالا عدم استجابه ولا عدم زعما التلبيات داك المطلب اللي تم اتفاق حوله، راه هنا كتعطي عدم الثقه. وبالتالي خصنا نكونوا مسؤولين عند المواقف ديالنا ونقولوها بصراحه بهذا، ما نبقاوش ملي انت ما كتجي عند الموقف ديالك ولا عند قرار معين وما كتنفذوش، راه ما كتبقاش الثقه. نعم. كسؤال الاخير استاذ قصور، هو الان احنا كما قلنا دخلنا هذا الشهر الثاني على التوالي وداخلين على مشارف الشهر الثالث، الان كاين حوار، كاين نقابات، كاين تجميد، كاين السحب، كاين هذه الامور هذه كلها في هذا النقاش هذا، ولكن الافق كيفاش كيبان لك الافق لحد الساعه؟ بداية مع استحضار مصلحة التلميذ بطبيعة الحال. فعلا هنا مشيتي لي لواحد الوتر حساس ملي تكلمتي على التلميذ، حنا راه اباء في الاصل ديالنا. انا اصلا عندي بنتي كتقرا في، ولادي كلهم قراوا في التعليم العمومي، وعندي الان بنت كتقرا في التعليم العمومي. التلميذ هنا هو اللي جاب لي المطرقة والسنان. التلميذ نعطيك نقدر نقول لك دابا كاينه شريحه كبيره من التلاميذ، لانني في ثانويه تعرف تميزا هذه الثانويه فيها تلاميذ اللي هما كيصيفطوا ملفات، دابا حان الوقت باش يبداو يصيفطوا ملفات اللي السيليكسيون ديالها ولا الانتقاء ديالهم في الجامعات الكبيره، كنقول لك جامعات كبيره اللي كيمشيو كيبنيو على الملف المدرسي. والان ما كاين حتى فرض، نعطيك غارانتي ما كاين حتى فرض دخل المسار، يعني ان هذاك الوليد ضعف هذا الحق هذا. اتمنى صادقا باش الافق يبان لنا، حقاش لحد الساعه راه افق مسدود. ولكن تتبقى الحوار اللي درت النقابات مع الحكومه الاخير في شقه المالي اعتبره شيئا ما مزيان، لان الى تبعنا المراحل اللي دازت كامله، راه قلت لك انا داكشي اللي نعقل عليه بعدا، داكشي اللي نعقل عليه زيادات مزيانه، زيادات اللي هي مهمه ولمست جميع الشرائح، وهذيك لمست جميع الشرائح. هنا اوجه كلمه لهيئة التدريس، رجاء الواحد اللي ناضل يتكلم على الفئة ديالو، ما نبقاش نشوف واحد الفئة أخرى، لأن تحقق راه حتى هي هذيك الفئة مظلومة، لأن ملي كنجيو نشوفوا الفئات مثلا المساعدين التقنيين، راه كاين اللي تيقول لك علاش يزيدوهم ديك الزيادة، والنسبة ديال الزيادة هما ديالهم راه وصلت كذا، هذيك راه هي الفئة اللي خصنا نراعيو ليها، وعلاش لا ما تكونش حتى هي تعيش العيش الكريم خاصة مع هاد الأزمات. وهنا كنبغي نشكر النقابات وأيضا التنسيقيات، لأن لولا هاد الزخم النضالي في الساحة لما كانت القدرة للنقابات باش تحاور بداك الشكل القوي داخل غرف الحوار، وبالتالي ان كل واحد يقوم بدوره على اتم وجه. هنا كنوجه الشكر الخاص للكاتب الوطني سي ميلود معصيد، اللي في الحقيقه في التدخل ديالو داخل مجلس المستشارين مع السيد الوزير التربية الوطنية كان حاسما، لأنه عرى على التفاصيل اللي كانت مخبية علينا حنا أولا كرجال ونساء التعليم، ومن ثم بدات الشرارة التفاوضية
مع رئيس الحكومة، وغالبا غالبا إن شاء الله أنا متفائل، متفائل جدا، لأن حتى هاد حتى الناس اللي غادين في الأفق المسدود اليوم غادي يبان لهم إن شاء الله الضوء. وفي الحقيقة راه رجل ومرأة التعليم فعلا فعلا راه عانوا كثير 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 من ماشي نقول لك إقصاء، ولكن أن أمور عرفتي دابا المعيشة فين وصلات، وبقى داك الشيء واقف، وبالتالي انفجار جاب بسبب أو بغير سبب كان غادي يوصل لهذه المرحلة هذه. ونتمنى صادقين باش الله يفرج على هاد الأمة هذه، وعلى هاد الشريحة ديال نساء ورجال تعليم اللي مرتبطين بهم أكثر من 7 مليون تلميذ وتلميذة، يعني كتقول أكثر من 7 مليون عائلة. راه المغرب هذاك كامل راه ملف حارق لكل مسؤول يغيب الأنانية ديالو، كل مسؤول لا كان لا من جهة النقابيين لا من جهة التنسيقيات لا من جهة الحكومة لا من جهة الوزارة، يغيبوا الجانب يعني ديال التعنت وهذا، وتكون الموضوعية في اتخاذ القرار. المصلحة الفضلة ديال التلميذ بالدرجة الأولى طبعا أكيد نقول لك أنا واحد القضية، المصلحة الفضلة والأولى وهي اللي جمعانا، لأن لولا التلميذ ما نكونوش حنايا كرجال تعليم. يلا حيد لي انت التلاميذ، حيد لي التلاميذ. وهنا راه هاد الازمه هذه راه الاثر ديالها خطير جدا. نقول لك انا راه كاين التلاميذ دابا اللي يعانون نفسيا، بل اكثر من هنا رجال تعليم على تقدم دابا الاستاذ اللي كيدير دوك الوقفات راضي عليها، نعطيك انا نسبه كبيره منهم، بل منهم اللي قال لي بكل صريح العباره، قال لك على حنايا دوك ولاد ما توحشناهمش، قال لك حنا راه واقفين مرغمين، مرغمون اخاك لا بطل. وبالتالي زعما شوفوا حتى في هاد الشريحه ديال رجال التعليم راها ما راضياش على هذا الامر هذا. وهنا كنوجه الكلمه لهم كاملين باش يحلحلوا، باش يكون الحل ديال الموضوع. وكاين خصك تعرف الهجرة ديال التلاميذ من العمومي الخصوصي ديال من؟ ديال التلاميذ الممتازين. راه تصور نعطيك مثال، يعني إفراغ ديال المدرسة العمومية من التلاميذ الممتازين بعد بالضبط استهداف التلاميذ الممتازين. عندي إحصاء نعطيك أنا داخل الثانوية التي أشتغل فيها، تصور كتجي أم باغا مغادرة تلميذة عندها 19 في الجهوي ديال الثالثة إعدادي، الأم فقيرة، الأب عامل مستخدم، غادي يديها الخصوصي. لماذا؟ لأن البنت عندها واحد الحرقة ديال 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 الدراسة. تصور أنها قالت لينا بعد صريح العبارة، راه البنت كتبقى تبكي لي ليل ونهار، وخلاص ان الدار ديالهم كطول على مدرسه خصوصيه، كتقول ليها راه الدراري تيقراو انا ما كنقراش يا ماما. ووصلت لهاد العائله ما عندهاش باش تخلص، وهزات البنت ديالها وداتها الخصوصي. عطيت مثال، اما وقعت على ذلك عشرات العشرات الممتازين. دابا هذه قلت لك عندها 19 فصيله في الجهاوي، 19 فصيله في الجهاوي يعني متميزه، تلميذة علوم رياضية رياضيات، حتى كيجي الأب ديالها قال لي أنا متفهم الموضوع ديال رجل النساء التعليم. قلت ليه هادشي في بداية الحركة، قال لي ولكن راه عندي بنتي سيونس مات عندها طموح، باغا دير سنترال، باغا دير بوليتكنيك، باغا 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 باغا، لأن عندنا فعلا الثانوية ديالنا كتخرج بحال هاد الطلبة المتميزين. قال لي نحن متضامنون مع الرجل ونساء مع رجال ونساء التعليم، ولكن بنتي راه ما نقدرش نضحي بها، وغادي نخلص عليها وانا قادر باش نخلص عليها. قال قادر باش نخلص عليها ممكن. البنت كتجي الغد عندي الساعه
كتبكي كنلقاك الدور الصحة كتبكي. قالت لي أستاذ جيت باش نودعك وهذا ما كاين باش. المهم لا إله إلا الله تيبقى التلميذ هو الحلقة ضعيفة بين هاد جوج الأقطاب اللي حق هنا وواجب ديال الآخر اللي خصو يعطيه داك الحق. نتمنى باش تحل حل اليوم قبل من غدا.